الفنان مصطفى فهمي يثير قلقا كبيرا للجمهور على صحته، خضع لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ. اهلا بكم في قناة منوعات بتل، اخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا. يشرفني اشتراكك في القناة، بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل. اثار الفنان مصطفى فهمي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حالته الصحية، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة وهي إزالة ورم من المخ. وبعد انتشار الخبر أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين يتساءلون عن المرض والعملية التي أجراه. وقد صرح موقع لها أن الفنان خضع لعملية جراحية سرية لإزالة ورم سرطاني في المخ، وكشف مصدر طبي من مستشفى متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمدينة 6 أكتوبر بأن مصطفى فهمي أجرى العملية منذ 10 أيام في سرية، وطلب عدم نشر الخبر بناء على طلبه وطلب عائلته حتى لا يرهقوا الصحفيين ومواقع التواصل. وحاليا حالته استقرت وغادر المستشفى إلى منزله تحت إشراف طبي في المنزل. وعلى جانب آخر، فقد عرض عليه فيلم السرب بطولة أحمد السقا وشريف منير ومحمد ممدوح عمرو عبد الجليل ودياب، إخراج أحمد عمر جلال. الفنان مصطفى